سيتم في هذا اللقاء المباركة توقيع اتفاقية إطار تعتبر آلية العملية لتفعيل هذا التعاون، ونحن نأمل من خلال هذه الآلية إلى تبادل العرائض بين هيئتين متى كان هناك سوء توجيهه من طرف المواطنين لعارضته. ذلك أنه ليس من اليسير في بعض المسائل الفصل بين اختصاصات سواء كما تعلق بينها بالحقوق أو بالحريات، مع بطبيعة الحال العمل على وضع شباك موحد في كل ولاية يعمل في هذا الإطار. نلاحظ أن الكثير من المواطنين يعني يكتبوا في نفس الوقت في نفس الموضوع للسيد وسيط الجمهورية ويكتبوا لنا، وما كانش فيه تنسيق. احنا قلنا بأنه نحل هذا الإشكال باش الإدارة نولي يولي الإشكال ما بيناتنا احنا مع وسط الجمهورية، راح نوقع على هذا المحضر. واش يقول أنه باش منه دائما نحاول ندير آلية باش الشكاوى تروح دائما فرد وحدة برك الإدارة، والمواطن نعلموه هو كيبعث لنا منه نقول له اسمع انت مشكلتك راهي تبعها مع وسط الجمهورية، هذا المشكل تبعه مع مجلس حقوق الإنسان باش نفتح المجال للمواطنين باش يتنفسوا والإدارة نتاعنا ما نضعش على كاثلها يعني مشاكل.